اهلا مشاهدي الكرام، مشاهدي انفاس بريس، ضمن حلقه جديده من برنامج ضيف وقضيه. الضيف معنا ياتينا من شمال المغرب، الاستاذ الدكتور اسماعيل جباري القرفطي، اللي هو محامي وحقوقي وايضا استاذ باحث في العلوم السياسيه والقانون الدستوري. سي جباري اهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بكم وشكرا جزيلا على هذا اللقاء في هذا الموقع انفاس بريس، الذي هو دائما في موقع الحدث في كل التحولات وفي موقع الحدث، لا الإعلامي ولا المدني ولا السياسي ولا التشريعي. شكرا لكم. مرحبا دكتور جباري. أول الموضوع اللي غادي نتكلموا فيه هي الآن كاين واحد نقاش تشريعي داخل قبة البرلمان فيما يخص قانون المهنة، قانون المسطرة المدنية، وهذو قوانين أساسية لعملكم كمحامي. حنا غنتكلموا معك الآن في المحور الأول بكاسكيت ديال المحامي، وأيضا حقوقي، لأنه هاد القوانين بطبيعة الحال عندها واحد روح قانونية اللي كتحمي فيها قانون، يعني الحقوق ديال المتقاضين وأيضا الحقوق ديال المحامي باعتباركم ركيزة أساسية ضمن هيئة الدفاع. شنو هو الملاحظات ديالك حول أولا منهجية هاد النقاش، وماذا يتطلب من المشرع من أجل أن يصدر لنا قانون يرقى إلى هذا الروح الحقوقية والروح القانونية؟ أولا الأكيد أن في إطار المقتضيات دستور 2011 جاء بمجموعة من الضمانات المتعلقة بالسياسات في مجال التشريع. هناك مبدأ دستوري يتعلق بمبدأ المشاركة أو التشارك على مستوى بناء القرار التشريعي، باعتبار التشريع هو قرار عموميا. الآن على مستوى العمل البرلماني من خلال الدورة الرابعة لأبريل كانت مجموعة من الأولويات ترتبط بالتشريعات المرتبطة باستكمال منظومة العدالة. نعم. المتعلق بمشروع قانون المدنية، مشروع قانون جنائي، مشروع قانون المسطرة الجنائي، وباقي المقتضيات المرتبطة بالمسارات المرتبطة بتعزيز منظومة العدالة فيما يتعلق باستقرار السلطة القضائية وفيما يتعلق بضمان حقوق الدفاع. الآن هناك نقاشا عموميا يرتبط بمشروع القانون المسطرة المدنية. هذا القانون هو ممكن أن نعتبره هو إحدى الضمانات الأساسية على مستوى تعزيز ضمانات حقوق الدفاع، على مستوى إعمال البعد الجديد على مستوى النجاعة القضائية، على مستوى الولوجيات للعدالة، على مستوى خلق نوع من التوازن بين أطراف الخصومة القضائية وبين أطراف الخصومة القضائية والسلطة القضائية. الحديث الآن، هل هذا المشروع مرتبط بقانون المسطرة المدنية احتكم إلى مبدأ أساسي، مبدأ يرتبط بالمبدأ التشاركية، بالمقابل لأن جميع القوانين، جميع القوانين خصوصا القوانين التنظيمية بشأن السلطة القضائية كان موضوع نقاشات عمومية، كان موضوع نقاش مع الفاعلين المرتبطين بالعدالة كقانون التنظيمي بشأن السلطة القضائية، قانون مرتبط باستقلال النيابة العامة. إذا هل هذا المشروع قانون المسطرة المدنية كان موضوع تشارك وموضوع توافقات وموضوع اتفاقات مع هيئة الدفاع باعتبارها شركة في صناعة القرار القضائي وكذلك شركة في صناعة العدالة؟ طبعا المبدأ التشارك يقتضي أولا الاتفاق حول المرجعيات. هل كان هناك قبل وضع هذا المشروع المتعلق بقانون المسطرة المدنية، وضع هذا المشروع للنقاش على مستوى العمل البرلماني وكذلك على مستوى النقاش العمومي، هل هناك كان موضوعا لتوافقات بين هيئة الدفاع من خلال جمعية هيئة المحامين بالمغرب أو باقي الفاعلين المرتبطين بالعدالة، هل هو كان موضوع نقاش عموميا أو لا؟ أنا أؤكد على أن المبدأ التشاركي هو مبدأ دستوري باعتبارها مبدأ دستوري، لا يمكن الحديث عن أي سياسة عمومية في مجال الشعب باعتبارها قانون عمومي إلا من خلال مدخل التشاركية. طبعا مشروع قانون المسطرة المدنية لا يمكن مناقشته إلا من خلال معرفة المرجعيات، معرفة الاختلالات المسطرية على مستوى الممارسة القضائية لمدة تقريبا 40 سنة من مناقشة قانون المسطرة المدنية، معرفة الولوجيات إلى القضاء، معرفة الإجراءات المسطرية هل هي كفيلة بتعزيز ضمانة حقوق الدفاع، معرفة هل قانون المسطرة المدنية هو
إجابات عميقة للتحولات التي يعرفها المغرب. على العموم هذه الأسئلة هذه اللي طرحت واش كلمتوها في الآن في هذا النقاش من حيث المقاربة التشاركية من حيث روح القانون؟ أولا فيما يتعلق بالمقاربة التشاركية هناك بعض المؤشرات لا يمكن أن نتحدث عن مقاربة تشاركية حقيقية لأن الأمر يتعلق في البداية قبل وضع النصوص الشرعية قبل وضع الأحكام مرتبطة بقانون الاصلاح المدني كان في البداية الاتفاق حول المرجعيات حول الأهداف الكبرى حول التوجهات الكبرى حول المبادئ الكبرى المقررة على مستوى محكمة النقد وحول وجهات نظر لهيئة الدفاع. هذه المنهجية في تقديرنا لم تحترم. الآن هناك مشروع قانون المصلحة المدنية والدفاع كباقي الفاعلين الآخرين يتفاعلون مع هذه المقتضيات ولكن لا يتفاعلون معها من خلال تحديد المرجعيات وتحديد التوجهات وتحديد المبادئ الكبرى اللي هي أساسية كما هو الحال في باقي القوانين التنظيمية كالقانون التنظيمي بشأن السلطة القضائية. قانون التنظيمي بشأن السلطة القضائية إخراج هذا القانون التنظيمي كان بدءا من الاتفاق حول التوجهات حول المبادئ الكبرى وبعد ذلك يأتي مرحلة التشريع وبناء القواعد التشريعية. نعم بناء على هذا النقاش الآن واش كتشوفوا بأنه هذا مشروع قانون المسطرة المدنية يعني يقلص من حقوق الدفاع وينتهي إلى حد ما حق المتقاضين في الولوج العدالة؟ أولا فيما يتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية أولا هو مشروع للحكومة للسلطة التنفيذية. طبعا عندما نتحدث عن سلطة تنفيذية نحن نتحدث عن مجموعة من الفاعلين داخل مؤسسات الحكومة لأن الأمر لا يتعلق بوزارة العدل فقط بقدر ما يرتبط بقطاعات أخرى لها وجهات نظر فيما يتعلق بتنظيم العدالة وبتنظيم الإجراءات المصدرية أمام العدالة فيما يتعلق بالجانب المدني. وجهات النظر الدفاع تختلف لا أقول تختلف بشكل كلي ولكن تختلف بشكل أساسي فيما يتعلق مثلا أم يتعلق باحتكار أقول باحتكار الدفاع للخصومة القضائية. نعم. مثلا وجهات نظر للدفاع فيما يتعلق بالأجلات فيما يتعلق بالاختصاص فيما يتعلق بمجموعة من القضايا. إذن ممكن أن نتحدث عن وجهات نظر أخرى عن رؤيات أخرى ترتبط بالدفاع باعتباره في قلب الحدث القضائي لأنه يمارس بشكل يومي باعتباره شريكا للعدالة وباعتباره شريكا للقرار القضائي. إذن هذا المشروع في هذه اللحظة هو مشروع لوجهة نظر معينة لمقاربة معينة لسياسة تشريعية معينة ترتبط بالقرار العام ترتبط بالسلطة الحكومية. إذن هناك وجهات نظر أخرى هذه الوجهات النظر الأخرى ترتبط بالدفاع في وجهات نظري لا يمكن أن تكون وجهات نظر قوية إلا من خلال البداية الأولى قبل وضع مشروع قانون المصلحة المدنية كان يقتضي أن يكون هناك الاتفاق بين مؤسسات هيئة الدفاع وبين الوزارة العدل باعتبارها سلطة تنفيذية لتحديد المرجعيات الأساسية وهي مرجعيات ذات طابع دستوري مرجعيات ذات طابع دولي ومرجعيات ترتبط بوجهات نظر الدفاع من خلال ممارسته للعمل أمام المحاكم وأمام القضاء. نعم الآن تكلمت أستاذ الفتاة على أساس أنه القضاء كيبقى واحد ركن أساسي ضمن تنزيل هذا القانون المصدر المدني وغيرها من القوانين المرتبطة بالقضاء. الآن نحن نعيش واحد نقاش اللي هو استقلالية من عدمها من النيابة العامة واش ممكن ندير واحد عملية ديال التقييم لهذه الفترة هذه اللي دازت ديال استقلال النيابة العامة وأيضا استقلال القضاء؟ طبعا أولا فيما يتعلق بالمقتضيات الجديدة للقانون الدستوري الآن نتحدث عن دستور السلطة القضائية وضع بطبيعة الحال مكسبا كبيرا على مستوى بناء المؤسسات. نتحدث عن إعمال توصيات الهيئة الإنصاف المصالحة في إطار تجربة العدالة الانتقالية جزء كبير من توصيات الهيئة الإنصاف المصالحة تتحدث عن دستور استقلال السلطة القضائية. الآن من ناحية المؤسساتية ومن ناحية الدستورية أكيد هناك استقلال للسلطة القضائية هناك استقلال للنيابة العامة هناك قوانين تنظيمية ترتبط بهذه الاستقلالية التي جاءت بضمانات متعددة. تقييم العمل القضائي في إطار
تستوعب السلطة القضائية. إذا رجعنا مثلا للقانون التنظيمي بشأن السلطة القضائية، يتحدث أن المجلس على السلطة القضائية يعني من موجباته هو تحسين الولوج إلى العدالة، تحسين النجاعة القضائية، تعزيز النزاهة، تعزيز استقلال القضاء، تعزيز ضمانات المتقاضين أمام العدالة، الحكامة على مسؤولين القرار القضائي. إذن هذه هي المؤشرات. إذن قياس هذه المؤشرات على مستوى المماثلة القضائية بدءا من دسة السلطة القضائية، إذن تقييم أو مؤشرات حدود مؤشرات استقلال السلطة القضائية من خلال تقييم هذه العناصر. الآن لا يمكن أن نعمل على تقييم لأن الأمر يتعلق بمخرجات هذه استقلال السلطة القضائية على مستوى القرار القضائي، على مستوى النجاعة القضائية، على مستوى تعزيز استقلال السلطة القضائية. واش هادشي كتلمسوه أنتم في عملكم كدفاع؟ ممكن معالجتكم القضايا؟ ممكن أن نتحدث عن هناك تحولات، ولكن هي تحولات غير كافية. أكيد أن هناك تحولات، ولكن هي تحولات غير كافية لأن يرتبط بتعزيز هذه الضمانات، لا الضمانات الدستورية، لا جابعة الوثيقة الدستورية، ولا الضمانات الواردة في القانون التنظيمي بشأن السلطة القضائية، ولا الضمانات المرتبطة بالاتفاقية الدولية، مع التأكيد على أن مجلس الأعلى للسلطة القضائية يقدم تقارير ويقدم توصيات بشأن منظومة العدالة، بشأن تعزيز الحكامة فيما يتعلق بإنفاذ القانون. ولكن ممكن أن نتحدث أن هناك خطوات، ولكن هي خطوات غير كافية. إذن مزيدا من تعزيز ضمان حق الدفاع، مزيدا من الحكامات القضائية، مزيدا من إعمال ضمانات دستورية بشأن استقلال السلطة القضائية. هذا الأمر غادي يجرنا دكتور المسألة ديال قانون المهنة. إحنا ناقشنا بما يكفي قانون المسطرة المدنية، مشروع قانون المسطرة المدنية. الآن قانون المهنة حتى هو كتطرحوا اللي هو الإطار العام اللي كيتحرك فيه المحامين بصفة عامة. طبعا النقاش الآن اللي داير حول قانون المهنة، البعض كيعتبر أنه أولا تنقصوا هذه المقاربة التشاركية من البداية كمنهجية، وأيضا لا يكفي لحركية المحامي. طبعا فيما يتعلق بمهنة المحاماة، أولا لابد أن نؤكد بعض الملاحظات بدءا من مقتضيات دستور 2011. الآن نحن 2024، هذه المدة الزمنية جاء مجموعة من القوانين التنظيمية، من مجموعة من القوانين، لا القانون التنظيمي بالسلطة القضائية، ولا القانون التنظيمي بشأن الدفاع عن السوية، ولا القانون التنظيمي المرتبط بمحكمة، مجموعة من القوانين التنظيمية، ومجموعة من القوانين المرتبطة بالتنظيم القضائي. هل المحامون كانوا في قلب هذه التحولات أو لم يكونوا في قلب هذه التحولات؟ هذا هو السؤال. كنت كلمة المحامين ومطالعة المجتمع. المجتمع، هل كانوا في قلب هذه التحولات؟ أولا من خلال قدرتهم على الانخراط في النقاش العمومي الشائع، ثانيا من حيث قدرتهم على تقديم مذكرات موضوعاتية بشأن السياسات الشائعة، ثالثا من حيث قدرتهم على تعزيز النقاش العمومي باعتبار على أن المحاماة هي رسالة. أكيد أنها خدمة قانونية تقدم مصادر، ولكنها هي رسالة. 2021 هناك مجموعة من التحولات. قانون المهنة الحالي في تقديري غير قادر أن يقدم إجابات فيما يتعلق بالتحولات التي تعرفها مهنة المحاماة في التجارب المقارنة، ولا في التحولات التي يعرفها المريض. إذن مسودة مشروع قانون المهنة ممكن أن نتحدث عن أنه لم يحترم مبدأ الدستورية المتعلق بمبدأ التشاركية أو المبدأ المشاركة، ولكن الأكيد على أن قانون المهنة في حاجة إلى تغيير نوعية وجذري. من أجل ماذا؟ من أجل انخراط مهنة المحاماة والمحامين في التحولات التي يعرفها المغرب، لا على مستوى التشريعي، لا على مستوى الدولي، لأن هناك البعد الدولي يتمدد في المغرب، هناك المكاتب الدولية تتمدد في المغرب. إذا نتحدث كيف نعزز كان أيضا أفواج من المحامين تتحق بالمهنة. طبعا كيف نعزز القدرة على المنافسة؟ كما قلتم هناك مجموعة من المحامون من حقهم بطبيعة الحال، ولكن هل هناك بنية الاستقبال لهؤلاء الزميلات والزملاء من حيث التكوين كما قلت، ومن حيث التكوين والتكوين المستمر والإدماج في منظومة العدالة
لأن المهنة المحاماة نحن لسنا خبراء، نحن محامين، نحتكم إلى القيم المهنية، نحتكم إلى الأخلاقيات المهنية، نحتكم إلى التقاليد المهنية. هناك تقاليد بمثابة قانون، وبالتالي على أن المهنة المحاماة تعيش مجموعة من التحديات، تحديات ترتبط بقدرتها الانخراط في هذه الذهانات الذي يعرفها المغرب، قدرتها في الانخراط في استمرار بشكل سريع المخطط الشرعي. هناك سياسات شرعية يعني سريعة، أكثر من ذلك هناك بعض الآليات مهمة للدفاع. مثلا أتمنى أن يدخل القانون التنظيمي بشأن الدفع عدم الدستورية في القوانين تبقى الفصل 133 دستور، لأنه سيعطي إمكانية كبيرة للدفاع على مستوى التقاضي. هناك لا نتحدث عن التشريعات، هناك الاتفاقيات دولية ممكن اللجوء إليها، هناك بعض الآليات الوطنية مرتبطة بضمان حقوق الدفع ممكن. إذن هناك إمكانيات كبيرة للاشتغال، ولكن هناك تحدي ترتبط بالجانب الاجتماعي للمحامون، ترتبط بالقضايا النظام الضريبي، ترتبط بالمنافسة، ترتبط بالتخليق، ترتبط بقضايا متعددة. إذن نحن أمام رهانات، إما انخراط في هذه التحولات ليكون المحامون كما كانوا طبعا، لأنه دائما كانوا في قلب المجتمع، لا في القلب السياسي ولا الحقوقي والمؤسسات. طبعا المحامون هم جزء من المجتمع، وغادي نتكلم معك الآن بقبعة الأستاذ الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري. الآن الملاحظ هو أنه هذا النقاش اللي كنتكلموا فيه الآن غائب عند الحكومة، وهذا ربما من الملاحظات أنه الأداء الحكومي اتفقنا معه واختلفنا معه، ولكن الحالة البارزة هي غياب النقاش العمومي. والآن الناس كتتكلم على تعديلات، كتتكلم على عدد ديال الأمور. أنت كأستاذ باحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، إلا طلبنا منك واحد الأداء أو تقييم أداء الحكومة لحد الآن وهي في منتصف ولاية؟ أولا فيما يتعلق بمؤشرات الديمقراطية، أكيد المؤشرات الديمقراطية متعددة، ترتبط بالمشاركة السياسية، ترتبط بتعزيز الحقوق والحريات، ترتبط بجعل القرار العمومي مشترك بين الدولة والمجتمع، ولكن يرتبط بمؤشرات وحجم النقاش العمومي. في تقديري لأنه ليس هناك نقاشا عموميا حقيقيا، لأنه لا يمكن أن نطور أي عمل حكومي أو أي عمل مؤسساتي إما أن يكون نقاشا عموميا. الآن اليوم وبالأمس وغدا هناك مجموعة من المشاريع قوانين، هناك سياسة شرعية، كما قلت في البداية هناك مشروع قانون مسطرة المدنية، هناك القانون، هناك سيكون قانونا تنظيميا بشأن الحق في الإضراب، سيكون نقاشا عموميا بقانون جنائي، مدونات بمدونة الأسرة التي تعتبر صلب المجتمع. إذن النقاش العمومي هو إحدى المؤشرات الحقيقة للتحولات التي يعرفها المغرب. إذن هناك نلاحظ لأن هذا النقاش العمومي لم يبقى للحظة التاريخية من خلال السياق الدستوري الذي ممكن أن نتحدث عن دولة ببعد برلماني، ممكن أن نتحدث عن دستور السياسات العمومية، وهذا بطبيعة الحال جديد بخلاف الدستورات السابقة، لا دستور 96 ولا 92 لا يتحدث عن السياسات العمومية. إذن هذا دستور السياسات العمومية، إذن بما أنه دستور السياسات العمومية فنحن نتحدث، عندما نتحدث عن السياسات العمومية نتحدث عن النظام التمثيلي، عن البرلمان، عن الحكومة، عن الممثلين، عن الوسائط أيضا، عن الوسائط. إذن هذه التحولات يعني كسلطة وكمؤسسات لم تستطع أن تقحم في منظومة هذه التحولات. ولكن من يتحمل الدفع بهذا النقاش العمومي؟ هل الحكومة أم الجمعيات أم الأحزاب أم عموم المجتمع المدني؟ من يجب أن يثير هذه القضايا هي كل جهات ذات المصلحة، بدءا من الإعلام، لا المؤسسات المهنية، لا السلطة، لا مؤسسات الحكامة. على ذلك مؤسسات الحكامة لها أدوار مهمة من خلال تقاريرها أو من خلال التقارير الموضوعاتية التي تقدم بشأن اختصاصها، إما المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إما المجلس الأعلى للحسابات، إما النزاهة. إذن هو عمل متعدد
عمل السلطات. لان لا خلينا غير مثلا في هذا النقاش ديال مؤسسه الحكامه، نعم. شنو هي المؤاخذات؟ لانه البعض كيقول بانه هذه اصبحت خصوصا في الفتره الحاليه اصبحت مؤسسات صوريه، حتى تقاريرها لا تحرك ساكنا، يعني المفروض انها ايضا تنخرط في النقاش العمومي، وهي في الحال الغائبه وربما كتمشي شي امور اللي بعيده كل بعد عن المجتمع. إذا في الخلل، إذا فيما يتعلق بمؤسسة، رغم أنه تم استرتها وترقيتها إلى طبعاً مستوى طبعاً عالي جدا طبعاً. وهذا ممكن أن نقول هناك بعض النقاشات تتحدث عن مؤسسة الحكمة هي نوع من امتداد السلطة، وهذه المؤسسة الحكمة لا تخضع للنظام التمثيلي بقدر ما تخضع لمبادئ بابيز المتعلقة بالتعدد والتنوع والمؤسسات. ولكن سؤال مؤسسة الحكمة من جملة اختصاصاتها هي أنها تقدم تقارير وتقدم توصيات وتقدم مشروعات ورأي. الرهان يرتبط بالسياسة العمومية الذي يمتلك القرار السياسي. عندما تأتي مجلس الأعلى للحسابات ويقدم تقارير، وعندما يأتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان ويقدم تقاريره الموضوعاتية بشأن مشاريع القوانين. إذن الأمر يتعلق بمن يتخذ القرار السياسي والقرار العمومي، طبعا هي الحكومة. إذا الحكومة هي التي تتحمل، لا أقول تتحمل، ولكن هي جزء من صلاحيتها ومن اختصاصاتها ترجمة تلك التقارير الموضوعاتية، تلك التوصيات، تلك الآراء إلى تدابير، إلى سياسات، إلى اعتمادات. هذا هو يعني. إذا السؤال يرتبط بدور السلطة، السلطة التنفيذية في سياق دستوري نوعي ومتحول قام بدستورة مجلس الحكومة، لم هذه سابقة لم يكن في تاريخ الدستور المغربي، قام باستحداث رئاسة الحكومة، لم يكن أعطى بعدا تمثيليا لرئيس الحكومة بمعنى منتخب أو قوة سياسية أو قوة برلمانية، أعطاه مجال القانون، أعطاه مجال السياسات العمومية التي تتم تداولها في مجلس الحكومة. هناك التعيين أيضا في المناصب السامية، هناك التعيين لا للمؤسسة الملكية لا لرئاسة الحكومة من القضايا الاستراتيجية والقضايا الأخرى. إذن هناك آليات مؤسساتية قوية بخلاف المقتضيات الدستورية السابقة، بمعنى نحن نتحدث عن تحولات، نتحدث عن ضمانات دستورية ومؤسساتية. إذا السؤال يرتبط بالجانب السياسي، هل الحكومة الآن قادرة على تعزيز النقاش العمومي وعلى تعطي بعدا برلماني للعمل الحكومي، لأنها مؤسسة منتخبة ولها كتلة برلمانية ولها امتدادات على مستوى السلطة والمؤسسات. إذا النقاش عندما نتحدث عن مؤسسات الحكامة من خلال تقاريرها ومن خلال توصيتها ومن خلال آرائها، الأمر لا يتعلق فقط بحكامتها وبفعاليتها بقدر ما يرتبط إلى أي حد العمل الحكومي، عمل السلطة، تحويل هذه المخرجات لهذه المؤسسات إلى سياسات، طبعا في إطار توازن العمل الحكومي وتوازن السلطة. نعم، تكلمت على واحد المصطلح جميل استاذ قرفطي، هو التحولات الدستورية، وانت مؤخرا اصدرت كتاب حول يعني تطور الملكية بالمغرب. واش ممكن نتكلموا على التطور الملكي في ظل هذه التحولات الدستورية اللي كاينه الان طبعا كنعيشوها؟ اولا فيما يتعلق بالكتاب الأطروحة تطور الملكية، هو في الاصل كان أطروحة الدكتوراه، نعم. تطور الملكية في المغرب على المستوى السياسي والمؤسساتي. طبعا في اول الفكرة الدستورية، يعني بناء الفكرة الدستورية بدءا من مقتضيات الدستور 1963 حتى مقتضيات الدستور 2011. انا فكرة بدأت من خلال دراسات الكتابات التي كتبت على الملكية في المغرب، بدءا من الكتابات التي كانت ترى الوثيقة الدستورية هو استنساخ للجمهورية للدستور 1952، الجمهورية الخامسة ديال دوغول، أو بعض الدراسات التي كانت ترى أن الملكية هو الملكية من خلال البحث الأكاديمي، يعني البعد التقليداني كما هو الدكتور محمد المرحوم الدكتور محمد المعتصم. أنا ذهبت لقراءتي الجديدة من خلال التقسيم التالي، أولا الملكية الأولى
الملكية الأولى كانت تراهن على بناء المؤسسات وبناء السلطة، وبدءا خصوصا مقتضيات دساتير 1963 70 73، قمت بتسميتها بالملكية الأولى أو الملكية التي تراهن على بناء السلطة وبناء الدولة، والذي ترتب عنها مجموعة من ما يسمى بالعدالة الانتقالية وتوصية الهيئة الإنصاف والمصالحة، لأن كانت هذه المرحلة تكتسي طابع الصراع بين الدولة والمجتمع بالحركة الوطنية والمؤسسة الملكية. المرحلة الثانية هي المرحلة ديال الثورة 1993 والثورة 1996، وهي الملكية الثانية التي راهنت على بناء المؤسسات، راهنت على بناء المؤسسات طبعا من خلال حكومة التناول، من خلال تجربة العدالة الانتقالية، لأن حكومة التناول نتحدث عن تعزيز الفرد داخل المنظومة السياسية، من خلال تجربة العدالة الانتقالية نتحدث عن تعزيز الإنسان المغربي داخل المنظومات الحقوقية. الملكية الثالثة هي الملكية الدستور 2011، هي الملكية الثالثة ببعدها البرلماني، لأن القراءة مقتضيات الفصل الأول من الدستور بقراءة تكاملية مع باقي الفصول الأخرى، نلاحظ بعض المؤشرات الأولى لبعد البرلماني ضمن النظام الدستوري المغربي. إذا الملكية الثالثة هي ملكية الحقوق والحريات، وهي مفتوحة بطبيعة الحال على المستقبل من خلال دستات السياسات العمومية، من خلال دستات السلطة القضائية، من خلال هندسة الحريات الأساسية في الباب التالي. إذا نحن نتحدث عن تحولات، ولكن هذه التحولات على الوثيقة الدستورية ماذا ترتبط؟ ترتبط بطبيعة التأويل الدستوري، لا من خلال الفاعلين، لا من خلال السلط، ولا من خلال القضاء الدستوري. إذا قوة الدستور، إنزال الدستور، فعادة الدستور ترتبط بالمجالات الثلاث، ترتبط بالسلط كيف تعمل على تطبيق الدستور وتأويله، ترتبط بالفاعلين لا المجتمع ولا الأحزاب السياسية ولا النقابات ولا النقابات المهنية، لأنه ممكن لقوا أن الدستور متقدم ولكن الفاعلين متأخرين، لأن قوة الدستور، قوة الدستور ماذا يرتبط؟ يرتبط بالقوانين التنظيمية، لأن القوانين التنظيمية قوانين مكملة للقاعدة الدستورية. حينما نتحدث، لما الدستور يتحدث عن استقلال السلطة القضائية، فعالية الشكل هذه السلطة القضائية، فعالية هذه السلطة القضائية، توازنية تركيبة المجلس على السلطة القضائية يرتبط بالقوانين التنظيمية. القانون التنظيمي من يقوم بتشكيله؟ وهي البرلمان فعلي. ومن الفاعلين السياسيين ومن الأحزاب السياسية. إذن أي تطور يرتبط بالوثيقة الدستورية يرتبط بطبيعة الفاعلين، يرتبط بطبيعة النخب، يرتبط بطبيعة التأويل. جلالة الملك دائما يؤكد على ضرورة التأويل الديمقراطي للوثيقة الدستورية. إذا الأمر يرتبط بنظرة الفاعلين، لا الفاعلين داخل السلطة ولا الفاعلين خارج السلطة، ولا الفاعلين داخل المؤسسات ولا الفاعلين خارج المؤسسات. إذا ونص دستوري في سياق متحرك يرتبط بالتوازنات، يرتبط بنظام التأويل، ولكن الأكيد الأكيد لنا وثيقة دستورية منفتحة للمستقبل، تعطي إمكانية كبيرة للسياسة، لعمل السلطة، لتوازنها، لإعطاء بوع جديد للنظام السياسي والمؤسسات في المغرب. طيب أستاذ دكتور إسماعيل جبار القرفطي، شكرا جزيلا لك، أبحرنا معك من قبعة، من العدد من القبعات، المحامي والحقوقي وأيضا الأستاذ الباحث في العلوم السياسية، كنت معنا، شكرا جزيلا لك، ونلتقي في فرصة أخرى إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا جزيلا. مشاهدي الكرام، كنتم معنا في هذا الحوار، نتمنى لقياكم في مرة أخرى. شكرا وإلى اللقاء.